من الغريب جدا ألا تجد هذه المواقع الطبيعية سياحا يحجون إليها كل عام. غياب السائح الجزائري عن الصحراء أمر أثار حفيظة الوكالة السياحية في الجنوب، ما دفعهم للعمل على إنعاشها بداية من هذا الموسم. وهذا السائح الجزائري يعتبر يعني كثروة بالنسبة لتنمية البلاد في حد ذاتها ككل. على الأقل إحنا السائح الأجنبي يروح لتونس ولا يروح للمروك ولا يروح لبلاصة أخرى، وهو عنده مكنوز ما يعرفوش. تقريبا 4 ملايين سائح راه يمشي أغوش ثروات، ولحنا عندنا ثروات وعندنا إمكانيات تبداها من الشمال حتى الجنوب. إشراك الوكالات السياحية النشطة شمال البلاد أمر ضروري لبناء قاعدة سياحية صحراوية تعتمد بالدرجة الأولى على السائح الجزائري. الهدف الأساسي أنه نعرف المواطن الجزائري بالجنوب الكبير، هذا الهدف الأول، لأنه هذا السوق كان من قبل وراح نحاول نجده. فقط كان السوق هذا في الثمانينات ولا في السبعينات كان القبلة يمكن الأولى للأوروبيين يجوا للجزائر علشان يشوفوا هذه المناطق الخلابة الموجودة ببلادنا. تنازلات كبيرة قدمها متعاملو السياحة في الجزائر للتعريف بالتراث الصحراوي، تخفيض قيمة الرحلة إلى منطقتي الأهجار والتصل بنسبة 50%، أمر محفز جدا. ديريديكسيون برسك 50%، فهمنا على مبلغ اللي راح يكون 52 ألف دينار جزائري، اللي على ما أظن راح يكون في متناول السياح الجزائريين ولا المواطنين الجزائريين. بري اون شارج توتال، استادير كل شيء ناخذوه، النقل، الايواء والاطعام والمزارات نتاع المسالك هذه السياحيه، هذا الشيء كل داخل في 50,000 دينار جزائري. دونك هذا السعر باش لحقنا ليه بعد تضحيات من الجهتين. العمل على إنجاح الموسم السياحي الصحراوي هذا العام في الجنوب الكبير بات على قدم وساق. توافد السياح إلى الصحراء من شأنه خلق اقتصاد بديل خارج قطاع المحروقات.